شغله. انا مش عبد عند حدا ولا حدا يلو عند شيء. تبي شو عم بقلك؟ افضل له يعتذر. ولا لحد مشاكله ضده ضد شركته. هي مع الشرعيه الاموال المدنيه. انتوا اصلا شعب بلا اصل. اتمنى لو كان في 100 شارون بوجهه بدالي. ياسر سلامي كمان صار عنده ردة فعل على الكلمات اللي استهدفت هويته. هذا شيء طبيعي. هذا شيء حتمي. هي طبيعة الإنسان. انت ليه عم تعمل كل هذا؟ حتى لو كنت من أكثر الناس المظلومين بالعالم، هيدا ما بيعطيك العذر إنك تتصرف بشكل عنيف. احنا عايشين بهالبلد سيطون كلنا اخوة. لا مش كلنا اخوة فخامة الرئيس. خد التاني.